الكتب المدرسيه. الكتب المدرسيه بالفعل الحكومه تلقت واحد الطلب من عند الناشرين اللي كيطلبوا ان الكتاب المدرسي اللي بالمناسبه هو سعره مقنن، طلبوا انه يعرف واحد الزياده لان مجموعه ديال المواد بما فيها الورق الى غير ذلك عرفت زياده. الحكومه سوف تدرس هذا الموضوع، سوف تدرس الزياده التي عرفها هذا الكتاب في الكلفه ديالو، وحينما سوف تقوم بدراسه هذا الموضوع من جميع جوانبه سوف تتخذ بشانه القرارات الممكنه.